السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بالبنات الجداد، كنتمنى تعجبكم قناتي وتبقاو ديما متبعيني. الهلا يخطاكم عليا. اليوم البنات غنصاوبوا بسيطلات صغارين. عندي هنايا 3 ديال البصلات متوسطين، قطعتهم رقاقين كما كتشوفوا. وعندي هنايا فخذ ديال الدجاج والصدر، يعني الكميه البنات على حسب داكشي اللي بغيتو نتوما توجدوا، واش بزاف اولا غير شويه. انا كانوا هنا عندي في الكونجيلاتور هما الربع، عندي هنا واحد شويه ديال الربع، وعندي ربع كاس ديال الزيت نباتيه، وعندي هنايا 3 ديال البيضات غادي نحتاجهم في الاخير البنات، هادو هما الربع. وعندي هنا العطريه، عندي معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، وراس معلقه ديال القرفه، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، وعويدات ديال القرفه بحال هكا، وعندي هنا معلقه كبيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال الزبده. غادي ندوز باش نقادو هادشي في الكميله ونطيبوهم. غادي نديرو البصله ديالنا البنات في الكميله بحال هاد الشكل هذا، خويوها كامله البنات. البصله راها كدوب مع كنخليوها حتى لي كتقلى مزيان وتعسل كدوب، يعني ما كتبقاش تبان، كتبقى غير واحد الكميه قليله. وغادي نزيد عليها الدجاج، وغادي نزيد العطريه كامله، وغادي نزيد ربع كاس ديال الزيت. البنات غادي نطيبوها غير في ماها، البصله غادي تطيب غير في ماها، نقصوا عليها عافيه مهيله ونخليوها تطيب غير في ماها. بالنسبه للربع والبيض غنحتاجوهم حتى الاخير. غادي نشعل عليها البوطه ونقص عليها. العافيه تكون مهيله يا البنات، كما شفتوا معايا انا نقصت عليها على الحد. غادي نخليها تطيب على خاطرها، ما غنزيد لها لا ما لا والو. الدجاج ديالنا ها هو طاب كما كتشوفوا معايا، هكا كتجي كتجي غزاله البنات، وكتطلع منها واحد الريحه يا سلام. غادي نحاول نصفي داك الدجاج من ديك البصله وديك المرقه، نحيدو نحطو هنايا باش يبرد. من بعد البنات ملي غيبرد الدجاج غادي نفرتتو ونقيه، الا كان فيه شي جلود او لا شي حاجه دوك العظام غادي نحيدهم، دوك العظامات الرقاق. راه طبع على عافيه مهيله غير بالماء ديال البصله نيت، ما زدتلو لا ما حتى شي حاجه. هانتوما كي كتشوفوا، انا غادي نقرب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا يعني كيفاش كتجي. كتجي البنات بحال هكا، وغادي نصفيها من دوك العويدات ديال القرفه اللي كنت درت فيها، غادي نحيدهم. نحاول نحيدهم غير بشويه باش ما نهزوش معاهم ديك البصله، نهزهم غير بشويه بحال هكا. بالنسبه للبنات كاينه واحد الاضافه نسيت ما ذكرتهاش مع القوام في الاول، غادي نزيدوا واحد معلقه ديال العسل. بالنسبه اللي ما عندوش ممكن انه ما يديرهاش، واللي متوفر عندهم الاحسن انه يديروا، يعني كيضيف واحد المذاق زوين. غادي ندوز باش غادي نضيف داك الربيع، وغادي نزيد البنات معلقه كبيره ديال العسل، وغادي نبدا كنحرك. يعني في هذه المرحله هذه ما تغفلوش عليه حيت ما بقى والو باش غادي ينشف ويتعسل. غادي نبدا مقابله مره مره نحركو حتى نشوف البصله وقفات وتعسلات مزيان، عاد ديك الساعات غادي نضيف البيض. غنبقى كنحرك هكا حتى تعسل ليا البصله،
المهم انا غادي نخليها كتقلى حتى تقلى مزيان، عاد نضيف ليها البيض. هاي البنات البصلة ديالنا صافي وقفات ونشفات وتعسلات مزيان. ملي تبقاو ديروا بحال هكا ما يبقاش يبان لكم الماء كيدوز، عرفوها صافي راه وقفات. دابا البنات غادي ندوز باش غادي نزيد ليها البيض، دوك 3 ديال البيضات هرسهم هنا في زلافة على هذا الشكل هذا باش غادي نضيفهم للخليط. والبنات العافية تبقى مهيلة، غادي نضيف البيض ونحرك بالزربة باش ما يتكتلش البيض ويبقى عندي في واحد بلاصة وحدة، يعني نحركه بالزربة بحال هكا باش يتخلط لينا مزيان. غادي نبقى كنحرك مزيان تيبان لي البيض شد في راسو وطاب. هانتوما كيما كتشوفوا معايا بدا كيطيب البيض. غادي نبدا كنحرك حتى صافي يوقف ويطيب. وغادي نديرو البنات هاد الخليط هذا، غادي نديروه في شي صفايه او لا في كسكاس ونخليوه يستقطر مزيان ويبرد. وداك الماء اللي كيستقطر كنزيدو ليه كنزيدو فيه داك الدجاج بعد ما كنكونو قطعناه، كنزيدو فيه داك الدجاج باش ما يبقاش ناشف. ومن بعد البنات ما بردو ليا وفتت الدجاج، فتتو على هذا الشكل هذا بحال هكا، فتتو رقيق وبرد ليا هذا، يعني درتو في الكسكاس حتى استقطر مزيان وبرد. ديك كيف قلت لكم ديك المرق اللي كيهبط، يعني ماشي بزاف غير واحد شويه كنزيدو فيه الدجاج باش ما كيبقاش الدجاج ديالنا ناشف. وعندي هنا زلافه ديال كاوكاو، بالنسبه اللي بغى يدير اللوز يديرو، يعني اللي متوفر عنده اللوز يديرو، انا ما متوفرش عندي. درت كاوكاو ودرت فيه معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال ما زهر. وعندي هنا صفار ديال البيضه باش غنبقاو نلصقو، والزبده باش غادي نبداو ندهنو البسطيله ديالنا. وخديت هنا واحد الطبيصيل غارق واحد شويه، يعني البنات على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما ديرو، انا بغيت نديرهم غير صغيرين داكشي علاش خديت هاد الطبيصيل صغير. غادي نبدا نحط فيه الورقه ونقادو على هاد الشكل هذا ونبدا كنعمر. غادي نديرو الدجاج هو الاول، بحال هكا البنات. وغادي نزيد فوق منه البصله مع البيض. ضروري البنات خص البصله ديالنا والبيضين يستقطروا باش ما يبقاش فيهم داك الماء وتقطع لينا الورقه. غادي نزيد البصله من الفوق والبيض، يعني البنات على حسب الكميه اللي بغيتو، على حسب يعني داكشي كيبقى اختياري الحجم والكميه. وغادي نزيد عليهم هذا الكاوكاو اللي درت هنا، ضفت عليها البنات معلقه صغيرة ديال الزبدة وملعقة صغيرة ديال القرفة وملعقة صغيرة ديال ماء الزهر وخلطتهم مزيان. وغادي ندوز باش غادي نبدا كنجمع الورقة، يعني واخا ما توصلش ليكم البنات البوص ما تخافوش منها ماشي مشكل، يعني بحال هكا غادي نديرو لها بحال هكا. وغادي نجيبو داك الطبس، نجيب واحد الطبسيل وغادي نحطوه بحال هكا من الفوق باش تحكمو في باش نقلبوها يعني بكل سهولة بحال هكا. غادي نقلبها وغادي نزيد ندير هنا واحد الورقة واحدة أخرى بحال هكا، نحاول نقادها. وغادي نزيد فيها نحط فيها هذيك البسطيله بحال هكا. كتجي البنات الطريقه عمليه وسهله، يعني ما كتعذبش. ودابا البنات غادي ناخد شويه الزبده وغادي ندهنها بحال هكا، وغادي نبدا كنسد
وكندهن بالصفر ديال البيض باش تلصق لي الورقة مزيان وما تتحلش بحال هكا. واحد دي كنسد وانا كندهن بالبيض باش الطرف اللي نوليو نحطوه يلصق. حالك البنات وغادي ناخد داك الطبسيل عاود غادي نحطه هكا من الفوق باش تسهل ليا نقلبها ونحطها في اللاطه. غنكونو ديجا دهنا اللاطه بشويه ديال الزيت او الزبده باش ما تلصقش لينا البسطيله ديالنا في اللاطه. غنجيب اللاطه وغادي ندوز باش نحط فيها البسطيلة وغادي نكمل البنات بنفس الطريقة سهلة يا البنات، يعني ما فيهاش حاجة اللي صعيبة. جربوها ما غاديش تندموا عليها، كتجي رائعة كتجي زوينة يا البنات. انا البنات غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل ونرجع معكم. وهما البنات البسيطلات كيجيو على هذا الشكل هذا. غادي ندهنهم بالزبدة مزيان وندخلهم للفران. بالنسبة للبنات الورقة اللي كنت بارطاجيت معكم، يعني ديك الكمية اللي درنا زلافة ديال الطحين وزلافة ديال الماء، عطاتني 7 ديال الحبات ديال البسطيلة، يعني جات زوينة الصراحة، ويعني كمية لا بأس بها. بالنسبة اللي بغا بزاف يعني دوبل المقادير. غادي ندوز دابا ندخلهم الفران، وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال البسطيله ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. المهم انا زوقتها بالزربه زربه حيت مشى الحال وصل المغرب وانا مازال ما ساليتش. المهم البنات كنخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.